عشوية رمضانية، وإحنا خرجنا هنا في الأرياف في منطقة ريفية وما أحلاها، خاصة مع رعاة الغنم. السلام عليكم. نجم نقول لك في شهر فضيل مثل شهر رمضان، أنا الإنسان كي يكون صائم ويحس بالناس ويخرج عن المألوف اللي هو فيه، لازم يعيش مع الناس، لازم يمشي يشوف. كما ذكرنا سابقا، الإسلام رحمة، رمضان شهر الرحمة، يجبك تخرج وتعيش مع الناس. هذا تخرج في شيرة باجة، في شيرة تستور، تشوف الناس كيفاش تعيش، تشوف الناس كيفاش تحمد ربي، تشوف راعي غنم. رسول الله سيد الأولين والآخرين كان راعي غنم. تعرف من أفضل العبادات هي عبادة التأمل؟ تعرف من أفضل العبادات أنك تعيش مع الطبيعة، تتفرج في خلق ربي، تتفكر في خلق السماوات والأرض. ما عندكش غيبة هنا، ما عندكش نميمة، وهنا رسالة. هذه رسالة للإنسان راعي غنم. هذا لو كان تعرف كيفاش يخدم تتعجب. سبحان الله، تو تقول كيفاش الناس تاخذ في مليون وفي مليون ونص وما هيش خالطة. شوف الرجل هذا اش يخلص، الرجل هذا شوف مولا الغنم يعطيه نعجة، يعطيه علوش، شوف يتعشى ما يتعشاش. انا بكري نسأل فيه، قلت له الليلة نشق فطري بحذاك، قال لي اكيد شق فطرك بحذايا. يعني شوف الاخلاق اللي عنده، شوف الكرم اللي عنده، وهذا اصل الدين. مش نبدا قاعد في تونس ونتكلم ونقول انا من امه محمد. اللي يكون من امه محمد لازم يخرج للناس، لازم يعيش الناس، يمشي يسال. وهذا هذا يعرف يصلي ما يعرفش يصلي؟ هل عنده فكره على حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عنده فكره على دينه؟ هل عنده فكره كيف 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 يتوضا؟ كيف يقرا القران؟ سالته المره من بكري عن القران، يقول لي حلمي انا نسمع قران. معنى ما عندوش تلفزه، يعني ما عندوش راديون، وانا في داري عندي التلفزيون وعندي الراديون وعندي المقاهي وعندي الشارع وعندي كل شيء، وما نحمدش ربي. فاذا كان تحب ربي يرفع علينا الوباء، ان نعود الى الله، نرجع الى رجنا، نرجع الى القناعه. القناعه على شيء، القناعه تغنيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث متاعه: ان اردت ونيس فالله ونيسك، وان اردت حجه فالقران حجه، وان اردت الغناء فالقناعه تغنيك، وان لم يكفيك شيء من هذا فالنار تكفيك. هذا في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لازم نحن نعيش عيشه اللي نتحابه من بعض. انما المؤمنون اخوه. هذا شهر رمضان هو شهر مش مشقة الدار، شهر رمضان مش ماكله مش سفره، مش توا باش تمشي تشد الصف. يا راجل يشد به الصف في الكوشه باش تستنى خبز سخون، يجي شوف مثل هذا الرجل عم محمد واللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعرفش حتى اسمه. اساله قول له شنو حشاك الليله، ما يعرفش شنو رزقه، ما يعرفش شنو اللي عنده شنو ما عندوش. ومن بعد تحب تكلمني وتقول نحن انا من امه محمد؟ هذا ديننا، هذا دين السمح، هذا الدين اللي نحب نوصلوه. يا الله اخرجوا من دياركم وامشوا واطلعوا شوفوا الفقراء، اطلعوا الجبولات، اطلعوا شوفوا الناس المساكين، شوفوا متعش. يا راجل قفتك هذيك قفة رمضان، هزها العائلة كماذا وشق فطرك بحذاهم، هز شق فطرك بحذاهم. وان شاء الله هاو مستدعينا تو باش نمشي بحذاه للدار تو تفرج كيفاش الناس تعيش. واحنا على ذكر الرعاة، سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرعاة، قمة في التواضع. اليوم يشترطون العمل، اليوم لا يسعون نحو الرزق، شو رايك؟ باش تاخذني الموضوع غير اللي انا فيه، باش تاخذني الى العمل عبادة، باش تاخذني اللي الناس توا في زمان هذا ما عادش ناس تحب تخدم، لان الناس ولت تتكاسل، الناس ما عادش عينها في الخدمه، الناس تحب الفلوس وما تحبش تخدم. ليش؟ لان كل واحد ولي يتبع في شهواته، يلوش في اللقمه السهله، ما يحبش يكدع، ما يحبش يخرج الصباح، يتوكل على الله سبحانه. احنا اصبحنا نتاكل على الناس، رانا ولينا نتواكل على الناس. نهار كامل شبيه فلان ما خدمنيش، فلان ما عطانيش، شبيه فلان ما مدليش. يا راجل اخرج واسال الله، ما تسالش العباد. رب العزه، ربك هو الرزاق، ربك هو الكريم، ربك هو اللي يعطي، ربك هو اللي يعطيك المطر. ربك شوف الدنيا كيفاش، شوف الدنيا خضار، شوف الغلام هذه اللي باش توصل لك انت على لشان بعد عيد. ومن بعد شوف الراجل اللي الناس كيفاش تكدح. اسال وقتاش خرج، يقول لك خارج من الصباح من 5 متاع الصباح شارب فماه باش يتسحر بيه ويروح لك عقاب الليل.
فسبحان الله، فالإنسان لازم تكون عنده قناعة، لازم لا عاد يتوكل على الناس، يتكل على الله سبحانه وتعالى. يخرج الصباح مني نصيحة إلى كل شاب، وبالذات في البلاد متاعنا، لأنه ولت الناس كلها بطالة، اللي هذا يقول لك أنا بطال، لا قادر يا أخي باش نجم تخدم. أخرج الصباح وتوكل على الله. هاني خرجت توا في منطقة ريفية، هاو راجل ما شاء الله في عمر بابا، إن شاء الله ربي يطول في عمره وربي يعطيه من الخير، يخرج الصباح يتوكل على الله، ما عنده حتى أي رسورس بخلاف هذا. يخرج الصباح لليل معناه يتسحر، ويخرج ما يروح كان عند المغرب. شوف معناه صلاته كيفاش يديها، شوف نهار كامل كيفاش يديه استخانة. تو خاطر ترى معنا تو في العشية، أما شوف القايلة كيفاش يعدي نهاره، ورغم ذلك أنه يحمد ربي ويشكر. فعلى الإنسان أن يتواضع شوية، واللي عنده الفوق يتواضع ويخدم الناس. يا رجل ما يفش تبقى لك ملك الدنيا هذه، راي الدنيا هذه اسعد الناس. خليني أنا نجيك نتوكل الصباح نصلي فجري ونجيك باش نخدم، وخليك أنت تواضع يا راجل، وخلي لي قسم رزق من الله سبحانه وتعالى يسوقولي حتى نحمد ربي، وخلينا نروح نفرح وليداتي في الشهر الفضيل هذا. يسعى نحو رزقك، الإنسان يزم يسعى نحو رزقه، أنه أن 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 الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي غنم. النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما نحب نتكلم إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتنا، سيد الأولين وسيد الآخرين. حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى بالغنم، يخرج الصباح يروح العشية، فسبحان الله. وكان أسعد الناس، وكان أفضل الناس، وكان أكرم الناس، كان أكرم الناس. علاش ما ناخذوش أنا قدوتي؟ يعني كيفاش ناخذ قدوتي أنا؟ قدوتي أنا أن يلزمني نمشي نسعى نخدم. أي خدمة تخدمها راهي ما هي شعار، راهو شرفك. الشرف المؤمن أنك تخدم بلقمة الحلال. هذاك علاش إحنا توا بالتواكل نتاعنا نسأل الله ولا يستجيب لنا. تعرف من شروط استجابة الدعاء هو أنك تكون تأكل حلال، ملبسك يكون حلال، باش كي تسأل رب العزة تسأل رب السماوات يعطيك. ورد بالك راي راو كيما تقول انت الراتب يا حاج، راو الراتب مش كثرة الفلوس، راي بركة. نجم نخلص انا مليون ولكن نهار كامل اتغبط ابتلى، عندي ولدي مريض، عندك فلان كذا، عندك تدخلك ورقة ماء، تدخلك ورقة ذا، وغيرك ياخو 100 دينار، ياخو شوية خبز، يعطيه ربي القناعة. فالقناعة تغنيك، فسبحان الله، هذا هو أصل ديننا سبحانه وتعالى.